الرئيس السيسي يوجه بأن تكون المنظومة المتكاملة لاشتراطات البناء بداية عهد جديد للامتداد العمراني المنضبط. مباحثات مصرية أردنية عشية اجتماع رباعي دولي بالقاهرة لبحث تحريك جهود السلام في المنطقة. الولايات المتحدة تعتزم تصنيف ميليشيات الحوثي في اليمن كجماعة إرهابية. إخبارية جديدة تأتيكم من النيل، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تكون منظومة الضوابط والاشتراطات البنائية الجديدة بمثابة نهاية لحالة العشوائيات القائمة. وفيما يتعلق باستراتيجية التنمية الشاملة لسيناء، وجه الرئيس بتنفيذ مشروع التجمعات البدوية على الفور. جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الجمهورية مع رئيس الوزراء ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية ولفيف من الوزراء والمسؤولين. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والسيد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء محمد شوشة محافظ شمال سيناء واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني والسيد محمد شوقي رئيس الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء واللواء أركان حرب أحمد إسماعيل مساعد رئيس الهيئة الهندسية لمشروعات تنمية سيناء واللواء إيهاب عبيد رئيس وحدة التراخيص بالهيئة الهندسية. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الضوابط والاشتراطات البنائية الجديدة على مستوى الجمهورية وكذلك الموقف التنفيذي لإقامة التجمعات البدوية في سيناء. وقد اطلع السيد الرئيس على جهود صياغة المنظومة المتكاملة الجديدة للضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية وما سيستتبعها من إجراءات تنظيمية وتنفيذية خاصة بإصدار تراخيص البناء وما تم في هذا الإطار بهدف حوكمة منظومة البناء في مصر في إطار واضح يتسم بالتخطيط والتنظيم وفق صحيح القانون والأكواد الهندسية. وقد وجه السيد الرئيس بأن تكون تلك المنظومة بمثابة بداية لعهد جديد للامتداد العمراني المنضبط على أسس إنشائية علمية لإعادة تنظيم عملية البناء وإنهاء حالة العشوائية القائمة، مشددا سيادته على أهمية اشتراك كافة السلطات التنفيذية المختصة لتطبيق المنظومة على أرض الواقع. وفيما يتعلق باستراتيجية الدولة الخاصة بالتنمية الشاملة لسيناء، اطلع السيد الرئيس على الموقف التنفيذي لإنشاء التجمعات البدوية متكاملة الخدمات في شمال وجنوب سيناء بما في ذلك إجمالي عدد التجمعات ومساحتها والتوزيع السكاني المقترح وتكلفة البناء والمصادر التمويلية وتوفير مياه الري للزراعة والأنشطة الإنتاجية المختلفة، حيث تم عرض نتائج الحوار المجتمعي الذي تم في هذا الصدد مع الأهالي والمواطنين في شمال وجنوب سيناء للوقوف على متطلباتهم واحتياجاتهم بحيث يتم التركيز على الأنشطة التنموية التي تناسب كل تجمع وفقا للتوزيع الجغرافي والمميزات النسبية التي يتمتع بها. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بالبدء الفوري في تنفيذ مشروع التجمعات البدوية لدعم أهالي شبه جزيرة سيناء من كافة الجوانب عن طريق تقديم أفضل الخدمات المجتمعية وتوفير البنية الأساسية اللازمة والموارد المائية والمباني الإدارية متكاملة الخدمات وكذا تعيين هيكل إداري مسؤول في كل تجمع إلى جانب صياغة المنظومة الإنتاجية لكل تجمع بدوي حسب نتائج استقصاء الآراء
وفقاً لاحتياجات السكان الفعلية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للتنمية الشاملة في سيناء. واتصالاً بالتنمية الشاملة لسيناء، اطلع السيد الرئيس أيضاً على سير العمل على أعمال تغذية المياه للتجمعات التنموية في وسط وشمال سيناء، وزراعة حوالي 500,000 فدان من خلال نقل المياه من مصر في بحر البقر إلى الأراضي المستهدف زراعتها، حيث تابع السيد الرئيس الخطوات التنفيذية من قبل كافة الجهات المعنية، مواجها سيادته بضمان أن تكون تلك التجمعات مكتملة الأركان والخدمات مع تزويدها بكيانات إدارية خاصة بالجهات الحكومية الخدمية لتسهيل التعامل مع المواطنين. تستضيف القاهرة اليوم اجتماعاً رباعياً لوزراء خارجية مصر والأردن وألمانيا وفرنسا يهدف لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية بما يضمن إقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كان وزير الخارجية سامح شكري قد بحث مع ناظره الأردني أيمن الصفدي سبل دعم القضية الفلسطينية، وأكد الجانبان على أهمية وقف التدخلات الخارجية الهدامة في الدول العربية والتصدي الحاسم لخطر الإرهاب، كما بحث تعزيز علاقات البلدين. للمزيد من المتابعة تنضم إلينا هاتفيا مراسلة النيل أمل صبري من قصر التحرير. أمل، آخر متابعاتك حول أعمال هذا الاجتماع، الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية مصر والأردن وألمانيا وفرنسا. أمل، آخر متابعاتك حول الاجتماع الرباعي اليوم الذي سيعقد في القاهرة بحضور وزراء خارجية مصر وألمانيا وفرنسا والأردن. من الواضح انقطاع الاتصال بمراسلة النيل أمل صبر، والحين عودتها نستكمل نشرتنا. أعلنت وزارة الخارجية أن الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والمياه في كل من مصر والسودان وإثيوبيا أخفق في تحقيق أي تقدم بسبب وجود خلافات حول كيفية استئناف المفاوضات والجوانب الإجرائية ذات الصلة بإدارة العملية التفاوضية. وقد أكدت مصر خلال الاجتماع والذي شارك فيه أمس سامح شكري وزير الخارجية ودكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية واستعدادها للتفاعل في مفاوضات جادة وفعالة بهدف التوصل في أسرع وقت ممكن إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة. ونعود مرة أخرى لمتابعة أخبار الاجتماع الرباعي بالقاهرة بحضور وزراء خارجية مصر والأردن وألمانيا وفرنسا، ومعنا من قصر التحرير مراسلتنا هناك أمل صبري. أمل، يعني كيف تتابعين هذا الاجتماع وآخر متابعاتك حتى هذه اللحظة حول أعمال هذا الاجتماع؟ التحية لك ولكل مشاهدي قناة النيل الأخبار. بهدف تحقيق ظهور السلام في منطقة الشرق الأوسط، تستضيف القاهرة اجتماع رباعي على مستوى وزراء الخارجية وذلك بمقر قصر التحرير. هذا الاجتماع بيهدف إلى تحقيق ظهور السلام في المنطقة وحل حالة الجمود الحالي الذي تشهده القضية الفلسطينية من خلال حث الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على التفاوض وصولا إلى تسوية سياسية عادلة وشاملة على أساس حل الدولتين، وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وزير الخارجية سامح شكري يستقبل حاليا وزرائه الأردني أيمن الصفدي والفرنسي جان إيف لوسبيان والألماني ماي توماس، وذلك لعقد جلسة مباحثات للتوصل إلى كيفية تنفيذ هذه الخطوات. هذا الاجتماع هو الاجتماع الرابع لوزراء خارجية الدول الأربعة. يعني جدير بالذكر أن وزير الخارجية سامح شكري كان قد استقبل مساء أمس نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المخارجين للمملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، وتم بحث العدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وأيضا العلاقات الثنائية وكيفية تعزيزها.
خلال هذه المباحثات أكد الجانبان على ضرورة وقف التدخلات الخارجية الهدامة في الدول العربية والتصدي الحازم لخطر الإرهاب. أيضا بحث الوزيران خلال هذه الجلسة أو أطلع وزير الخارجية سامح شكري نظيره الأردني على الاتصالات التي قامت بها مصر مؤخرا حول كيفية حلحلة وتحريك ودفع عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط. يعني حاليا هنا جلسة مباحثات بين الدول الأربع يقودها مؤتمر صحفي تم إطلاقه بأهم ما جاء خلاله من خلال خدمتنا الإخبارية المتتالية. أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا مراسلة النيل أمل صبري من كفر التحرير، شكرا جزيلا لك. سجل مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا 993 حالة جديدة و55 حالة وفاة أمس الأحد وفقا لتقديرات وزارة الصحة. وأفاد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد بخروج 606 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين من الفيروس إلى نحو 119,000 متعافي. تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمجابهة انتشار فيروس كورونا، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بتوفير الكمامات الطبية وتوزيعها على المواطنين مجاناً بالأماكن العامة ومحطات مترو الأنفاق الرئيسية ومواقف النقل الجماعي وبعض الميادين الرئيسية التي يتردد عليها جموع كبيرة من المواطنين. القوات المسلحة المصرية، الحصن والسند. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة باتخاذ كافة الإجراءات الحاسمة لمجابهة انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بتوفير المسكات الطبية الواقية وتوزيعها على المواطنين مجانا بالأماكن والميادين العامة ومحطات مترو الأنفاق الرئيسية ومواقف النقل الجماعي، حيث قامت عناصر القوات المسلحة بتوزيع المسكات الطبية بموقف النقل الجماعي بعبود ومحطة سكك حديد مصر ومحطة مترو الشهداء برمسيس وميدان العتبة وشبرا الخيمة والحي العاشر بمدينة نصر، والتي يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين بالإضافة إلى عدد من الميادين الرئيسية. وعبر العديد من المواطنين عن سعادتهم وامتنانهم لقواتهم المسلحة. بنشكر أولا فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورجال قوات المسلحة، ودايما كده ربنا يحفظهم ويرعاهم كده، وبصراحة حاجة مشرفة يعني، ودايما يا رب إلى الأمام كده وربنا يحفظ مصر ويرعاها كده. أنا سعيد جدا أن في جمهورية مصر العربية يوجد هذا الجانب من قبل القوات المسلحة الاهتمام بالناس جميعا سواء كان مصري أو مش مصري، واللي سووه يعني تعقيم للأحذية لليد وأيضا كمامة وقياس الضغط، مشكورين ثاني مرة لهم. وهذا الشيء شفناه هنا بس في مصر، ما شفناه للأسف في دول ثانية. القوات المسلحة هو درع مصر، الأمان بتاع مصر، الظهر بتاع مصر، فربنا يبارك لهم ويبارك للقيادات كلها، وإن شاء الله في تقدم وفي ازدهار. كما أشادوا بجهودها المبذولة لمجابهة خطر انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا. أنا كنت ماشي شفت القوات المسلحة تقيس درجة الحرارة
ونسبة الأكسجين، فأنا كنت ماشي بصراحة فقلت أطمن على نفسي وتوجهت، وبالفعل لقيت رعاية ولقيت اهتمام كويس جدا. يعني كنت معدية دلوقتي فلقيت طبعا حملات هنا حلوة جدا تبع القوات المسلحة، احنا بنشكرهم جدا، ووزعوا في الآخر كمامات لينا، فلقيت القوات المسلحة بتدينا كمامة وبتقيس الحرارة، يعني مهتمين بينا، ربنا يخليهم لينا بصراحة. جيش يشكر جيش مصر، دوا قايم بحاجات كتيرة جدا، واحنا بنحيي الجيش دايما حتى في مقاومة الإرهاب متقدم، حتى في مقاومة الكورونا قايم بمجهود كبير جدا. والله احنا بنشكر القيادة السياسية على الطفرة الجميلة اللي حصلت في البلد، ودينا شايفين من أرض الواقع ان المجهودات القوات المسلحة على الكمامات وصحة المواطن. بنشكرهم وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. يأتي ذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لزيادة وعي المواطنين بضرورة ارتداء الماسكات الطبية لمجابهة الموجة الثانية من الفيروس والتغلب على كافة التحديات والمصاعب التي يواجهها الوطن. أعلنت وزارة الصحة الصينية اليوم أن فريق منظمة الصحة العالمية الذي كان من المفترض أن يزور الصين الأسبوع الماضي للتحقيق في منشأ وباء كوفيد 19 سيبدأ مهمته الخميس. تتزامن الزيارة مع مرور عام على تسجيل وفاة جراء الفيروس في ووهان بوسط الصين، وأسفر الوباء منذ ذلك الحين عن وفاة أكثر من 1,900,000 شخص حول العالم. من اليوم سجلت أول وفاة جراء فيروس كورونا المستجد في ووهان بوسط الصين، غير أن هذه الذكرى المشؤومة تحل وسط صمت في وقت تسعى الصين إلى التخلص من صورتها كالبؤرة الأولى لوباء كوفيد 19، بعدما أسفر الوباء منذ ذلك الحين عن وفاة أكثر من 1,900,000 شخص في العالم. السلطات الصينية تمكنت من السيطرة إلى حد بعيد على فيروس كورونا المستجد في ووهان، وتبقى الحصيلة الوطنية الرسمية بمستوى 4,636 وفاة منذ منتصف مايو. مدينة ووهان الواقعة في وسط الصين والتي كانت أول منطقة فرض فيها الحجر الصحي اعتبارا من يناير 2020، وصفها سكانها بأنها المدينة الأكثر أمانا في الصين وحتى في العالم، ويقوم السكان فيها بجميع اهتماماتهم اليومية الاعتيادية، فيما لزمت وسائل الإعلام الرسمية الصمت حول هذه الذكرى الأولى. الصين واجهت انتقادات لطريقة تعاملها مع الوباء في بداية انتشاره، واتهمت الشرطة أطباء في ووهان كشفوا وجود الفيروس بنشر شائعات، وكان أول ضحية معروفة للوباء رجل في 61 من العمر كان يقصد سوق ووهان للتبضع، ولذلك قامت السلطات في الأول من يناير 2020 بإغلاق السوق الذي يعد أول بؤرة كبرى للوباء، وكانت تباع فيها حيوانات برية حية معدة للاستهلاك. ومن المنتظر أن يصل فريق خبراء من منظمة الصحة العالمية إلى الصين للتحقيق في منشأ وباء كوفيد 19 بعدما أرجئت زيارتهم المقررة منذ أسبوع لعدم حصولهم على التراخيص الضرورية من السلطات الصينية. وفي الأيام الأخيرة سجلت بؤرة جديدة محدودة للوباء في محافظة هابي المحيطة ببكين، حيث أعلن عن حوالي 100 إصابة خلال الساعات 24 الأخيرة، وهو أعلى رقم على الصعيد الوطني منذ يوليو، ويحظر على 18 مليون شخص في منطقتين شاسعتين الخروج من حدود بلدياتهم. أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل ما يقرب من 30,000 إصابة و469 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا، وأفادت الوزارة بأن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ أكثر من 8,100,000 إصابة، بينما تجاوز إجمالي عدد الوفيات 203,000 في ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية. أكد وزير الداخلية الإسباني فرناندو جراندي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوصول شحنة لقاحات فيروس كورونا إلى البلاد صباح اليوم على الرغم من العاصفة الثلجية التي تضرب مناطق وسط إسبانيا. لقد أجرينا الاتصالات اللازمة بمختلف المسؤولين المعنيين لتأمين وصول شحنة لقاحات فيروس كورونا إلى البلاد، وكذا مراكز نقلها وتوزيعها،
وهناك تنسيق بين وزيري الداخلية والمواصلات لتجهيز مطار برجاس بمدريد لاستقبال الشحنة من شركة فايزر وتوزيعها في العاصمة والمناطق القريبة منها. حدد وزير الصحة الأردني نذير عبيدات يوم الأربعاء المقبل موعدا لبدء حملة لتطعيم بالبلاد باللقاح المضاد لفيروس كورونا، ودعا عبيدات الأردنيين إلى عدم التردد في أخذ أي لقاح مستخدم في المملكة، كاشفا عن تلقي رئيس الوزراء بشر القسونة اللقاح الصيني المضاد للفيروس. تم أخذ كل الاستعدادات اللازمة، ونحن إن شاء الله يوم الأربعاء سنكون جاهزين لاستعمال المطاعيم المتوفرة، وهي من المطعوم الإماراتي الصيني والمطعوم الآخر هو فايزر. بالنسبة إن هذين المطعومين هما من شركات أثبتت فعاليتي المطاعيم وثبت مأمونيتها، ومؤسسة الغذاء والدواء قامت بدراسة كل ما يلزم من أجل إثبات مأمونيتهم وفعاليتهم. رحبت الحكومة اليمنية بإعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن اتجاه إدارة الرئيس دونالد ترامب خلال الأيام القليلة المتبقية لها إلى إخطار الكونغرس بتصنيف ميليشيا الحوثي في اليمن كمنظمة إرهابية. قبل أيام من انتهاء ولاية الرئيس دونالد ترامب، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة تعتزم تصنيف ميليشيا الحوثي في اليمن منظمة إرهابية أجنبية، في خطوة يخشى دبلوماسيون وجماعات إغاثة أن تهدد محادثات السلام وتعقد جهود مكافحة أكبر أزمة إنسانية في العالم. وبحسب بيان بومبيو، فإن قرار إدراج الحركة المتحالفة مع إيران على القائمة السوداء يهدف إلى تعزيز الردع ضد النشاطات الضارة التي يقوم بها النظام الإيراني الداعم للحوثيين في مواجهة حكومة الرئيس المعترف به عبد رب منصور هادي. إدارة ترامب عكفت على زيادة العقوبات المتعلقة بإيران في الأسابيع الأخيرة، مما دفع بعض حلفاء بايدن والمحللين إلى استنتاج أن مساعدي ترامب يسعون إلى جعل قدرة الإدارة القادمة على إعادة التعامل مع إيران والعودة إلى الاتفاق النووي أكثر صعوبة. وفي الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف حيال عرقلة جهود السلام والتصدي لأكبر كارثة إنسانية على وجه المعمورة بسبب الانهيار الاقتصادي وتفشي وباء كورونا، أعلنت الولايات المتحدة أنها تخطط لإجراءات لتخفيف تأثير هذه الخطوة على الأنشطة الإنسانية والواردات اليمنية، حيث تمتلك وزارة الخزانة سلطة تحديد استثناءات من خلال إصدار تراخيص خاصة للمنظمات الإنسانية لشحن المواد الغذائية والإمدادات الطبية إلى البلدان التي تخضع لعقوبات مشددة. ولم يحل تراجع حدة القتال في اليمن منذ أشهر دون استئنافها مرة أخرى في مدينة الحديدة التي تشكل نقطة الدخول الرئيسية للمساعدات الإنسانية إلى اليمن، في الوقت الذي أكد فيه مسؤول إغاثة دوليون أن إجراءات نبذ تنظيمات بعينها كثيرا ما أخفقت في فتح المجال أمام تدفق المساعدات في ظل قلق البنوك وشركات التأمين من الوقوع تحت طائلة العقوبات الأمريكية، وقد يكون هذا هو الحال أيضا مع اليمن. في غضون ذلك، فرضت ميليشيات الحوثي الانقلابية قيودا جديدة على المنظمات الإنسانية المتواجدة في مناطق سيطرتها، وذلك ضمن إجراءاتها المستمرة في تضييق الخناق على هذه المنظمات. وطالبت ميليشيات الحوثي المنظمات بعدم استخدام موظفيها في أعمال دراسة أو رصد أو عقد أي اجتماعات افتراضية عبر تقنية التواصل المباشر عن بعد عبر الإنترنت لغرض القيام بورش عمل أو ندوات إلا بعد التنسيق المسبق.
كشفت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي عن اتجاه المجلس إلى التصويت على مشروع قرار يدعو نائب الرئيس مايك بنس والحكومة إلى عزل دونالد ترامب من منصبه قبل اتخاذ إجراءات مساءلته. وفي هذا السياق أفادت بيلوسي بأنه من المقرر أن يصوت مجلس النواب اليوم أو غدا على قرار يحث بنس على اللجوء إلى التعديل 25 للدستور الأمريكي الذي يسمح له وللحكومة بإقالة الرئيس دونالد ترامب إذا كان غير قادر على أداء مهامه الرسمية، وذلك تمهيدا لبدء إجراءات مساءلته في مجلس النواب. يبدو أن تداعيات أحداث الأربعاء الدامي أمام مبنى الكونغرس الأمريكي لن تمر بسلام على رئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، فبينما يستعد الأعضاء الديمقراطيون في مجلس النواب للمضي قدما بمساءلته، دعا عضو جمهوري ثاني بمجلس الشيوخ هو بات تومي دعا رئيس ترامب للاستقالة، واصفا ذلك بالخيار الأفضل لمصلحة الشعب الأمريكي. أعتقد أن أفضل مسار لبلادنا هو أن يستقيل الرئيس ويرحل بأسرع وقت ممكن. أعلم أنه ربما لا يفضل ذلك، ولكن أعتقد أن هذا الخيار الأفضل. لا أظن أنه سيكون هناك توافق على تفعيل المادة 25 أو سيكون هناك وقت لمساءلة ترامب مع بقاء 10 أيام فقط على نهاية ولايته، لذا أعتقد أن الطريقة الأفضل هي الاستقالة. وجاءت دعوة تومي لاستقالة ترامب بعد دعوة زميلته الجمهورية السناتور ليزا ماركساكي قبل يومين لاستقالة فورية لرئيس المنتهية ولايته تجنبا للمساءلة أو العزل. كان نواب جمهوريون آخرون دعوا لتنحي ترامب، كما طالبوا نائب رئيس مايك بنس بتفعيل المادة 25 من الدستور إذا لم يتنحى رئيس، ولكن مستشارا لبنس أكد أن نائب رئيس رفض تفعيل المادة. من جهتهم يعتزم نواب ديمقراطيون بمجلس النواب تقديم بنود مساءلة ترامب تمهيدا لعزله اليوم الاثنين، وهي خطوة وعدت بها رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي. كما أشار بعض أعضاء الكونغرس من الديمقراطيين إلى أنهم ربما يطرحون فكرة إرسال بنود المساءلة إلى مجلس الشيوخ لعقد محاكمة ترامب بعد 100 يوم الأولى من رئاسة بايدن، لإعطاء الكونغرس وقتا للتصديق على ترشيحات الرئيس الجديد للحكومة وغير ذلك من القضايا التي تحظى بأولوية. وشكك ترامب مرارا في شرعية انتخاب الديمقراطي جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، كما حرض أنصاره على التظاهر قبل أن يحاصروا مقر الكونغرس ويقتحموا أثناء جلسة للتصديق على تصويت المجمع الانتخابي لبايدن، وهي الأحداث التي أسفرت عن سقوط 5 قتلى أحدهم شرطي. تجمع مئات المتظاهرين بمدينة سانت لويس الأمريكية للمطالبة باستقالة السيناتور الجمهوري جوش هاولي، وذلك بسبب رفضه المستمر لفوز رئيس المنتخب جو بايدن حتى بعد اقتحام أنصار الرئيس دونالد ترامب لمبنى الكونغرس. ورفض هاولي الدعوات للمطالبة باستقالته مؤكدا أنه لن يعتذر عن التعبير عن رأي الملايين من الأمريكيين على حد قوله. وكان هاولي والسيناتور تيد كروز قد دعوا مجلس الشيوخ إلى رفض أصوات المجمع الانتخابي في الولايات التي صوتت لبايدن. متواصلون مع حضراتكم ومعنا بعد قليل. الصين تتوعد بالرد على القرار الأمريكي بشأن تايوان. We're gonna make it.
متواصلون مع حضراتكم في هذه الساعة الإخبارية وقادمنا أخبار الاقتصاد مع الزميلة جيهان فوزي. جيهان فوزي، أهلا بكم سادة مشاهدين. وأخبار المال والأعمال أهلا بحضراتكم، حيث نبدأها من أخبار البورصة المصرية. مؤشرات البورصة المصرية تسجل ارتفاعا جماعيا خلال التعاملات. سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعا جماعيا لدى إغلاق التعاملات بدعم من مشتريات المستثمرين العرب، بينما مالت عمليات المستثمرين المصريين والأجانب نحو البيع. وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات حوالي 672.2 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 462.2 مليون جنيه. بحث الدكتور محمد معيط وزير المالية برسالة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، كشف خلالها بعض الحوافز الضريبية الجديدة التي تضمنها قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مؤكدا أن هناك نظاما ضريبيا مبسطا لهذه المشروعات يمد جثور الثقة مع أصحابها بهدف تنميتها وباعتبارها إحدى ركائز النمو الاقتصادي الغنية بالوظائف. وقال الوزير إن الضريبة وفقا للقانون الجديد قطعية مبسطة حسب حجم المبيعات أو الأعمال دون الحاجة إلى دفاتر أو مستندات أو فواتير شراء، موضحا أن حجم المبيعات أو الأعمال يتحدد بإقرار صاحب المشروع من خلال إقرار ضريبي مبسط سنوي واحد يعده بدقة، ومصلحة الضرائب تثق في تقديره. عقد الدكتور عاصم جزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عقد اجتماعا مع قيادات الوزارة وقيادات قطاع المرافق ولمتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتوسع في محطات تحلية مياه البحر لتوفير احتياجات مياه الشرب لعام 2020-2050، وكذلك موقف تنفيذ الإجراءات والحلول لمواجهة الأمطار الغزيرة بالمدن الجديدة. تراجعت الليرة التركية أكثر من 2% مقابل الدولار اليوم مع استمرار مكاسب العملة الأمريكية وسط أمال بمزيد من التحفيز للاقتصاد الأمريكي. وسجلت الليرة 7.47 مقابل الدولار مقارنة مع مستوى الإغلاق يوم الجمعة عند 7.35، وفي وقت سابق كانت قد انخفضت حوالي 2.2% إلى 7.52 ليرة مقابل الدولار. أعلنت الصين أنها ستواصل تحسين بيئة الأعمال خلال فترة الخطة الخمسية 14 في الفترة من عام 2021 وحتى 2025. وقال رئيس الهيئة الوطنية الصينية لتنظيم السوق أن الصين ستواصل تعزيز إدارة الجودة للمنتجات والصناعات والمشاريع الرئيسية والسلع والخدمات الاستهلاكية اليومية، واضحا أن جودة المنتجات والخدمات الصينية قد تحسنت بشكل كبير مما نسبته إلى أن النسبة قد ارتفعت إلى 93.8% من المنتجات المصنعة، فيما بلغت النسبة 100% في مشاريع الإنشاء الكبيرة والمتوسطة. أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نيجيريا خرائط الفرص الاستثمارية المتوفرة في البلاد والمتعلقة بتحقيق أهداف لبرنامج التنمية المستدامة العالمي، في خطوة تستهدف ضخ مزيد من رؤوس الأموال في القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأعلنت وزارة المالية أن التنفيذ الناجح لأجندة التنمية المستدامة في نيجيريا قد يتطلب تمويلا مبتكرا ومشاركة هادفة من القطاع الخاص ومساهمة صناديق التنمية. وقد دعت الوزارة إلى تعزيز التعاون مع المستويين الوطني والإقليمي بين الحكومة والمجتمع المدني. في أسواق المعادن النفيسة، هبط الذهب اليوم ليلامس أدنى مستوى في 6 أسابيع في وقت سابق من الجلسة، إذ تظل الأسعار تتعرض لضغوط جراء ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية. تراجع الذهب في المعاملات الفورية إلى 1.7% إلى 1816.53 دولار للأوقية. وقد انخفضت الفضة 2.5% إلى 24.72 دولار للأوقية. وقد هبط البلاتين 2.4% إلى 1038.98 دولار. نهاية الاقتصاد، عودة إلى الزميلة سحر. شكرا جيهان. توعدت الصين بالرد على قرار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بإلغاء القيود المفروضة على الاتصالات بين المسؤولين الأمريكيين ونظرائهم التايوانيين. وقالت الصين التي تعتبر تايوان جزءا من أراضيها أنها تعارض بحزم القرار وتدينه بشدة، معتبرة أنه يعطل توحيد البلاد. في المقابل أشاد وزير خارجية تايوان بالخطوة الأمريكية ووصفها بأنها مؤشر على ما وصفه بشراكة عالمية بين الجانبين. انتخب الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون بالإجماع أمينا عاما لحزب العمال الذي كان يتولى حتى الآن رئاسته. وأفادت مصادر بأن تغيير الاسم هو أمر رمزي يهدف إلى تعزيز سلطة كيم في وقت تعاني فيه كوريا الشمالية من سوء إدارة مزمن لاقتصادها، وهي أكثر عزلة من أي وقت مضى بسبب فيروس كورونا المستجد. كان كيم انتخب رئيسا للحزب الحاكم خلال مؤتمره السابق عام 2016، وأصبح في انتخابات هذا العام أمينا للحزب بعد أن أعاد المؤتمر الثامن لحزب العمال الكوري الأمانة العامة وعمد إلى تغيير المسميات الوظيفية رغبة في تعزيز سلطة النظام الحاكم. شهدت اليابان تساقطا كثيفا للثلوج اليوم حول ساحل بحر اليابان، مما تسبب في تعطيل حركة أكثر من 100 مركبة في الطرق السريعة بمحافظات كوي وسط البلاد. وتم استدعاء قوات الجيش للمساعدة في عمليات الإنقاذ. وكان مسؤول الأرصاد الجوية قد حذروا من أن بعض المناطق قد تشهد تساقط ثلوج على نحو أكثر من المعتاد بثلاثة أضعاف. تسببت أشد عواصف ثلجية تتعرض لها إسبانيا منذ عقود في مصرع 4 أشخاص على الأقل، وتوقف حركة المرور في أكثر من 430 طريقا بوسط البلاد، مما أدى إلى انقطاع السبل بمئات المسافرين في مطار باراخاس بمدريد. كست أسوأ موجة طقس بارد في أسبانيا منذ نصف قرن البلاد بغطاء ثلجي ناصع البياض خلال أيام قليلة. خفضت العاصفة الثلجية في لومينا مؤشرات درجة الحرارة في أسبانيا إلى أرقام قياسية تحت الصفر، وصلت إلى 35 درجة مئوية في شمالي البلاد، بينما بلغت في العاصمة مدريد 10 درجات تحت الصفر. وأدى تراكم الثلوج إلى تكوين طبقات من الجليد تراوح سمكها بين 20 و30 سنتيمترات في سابقة لم تعد أسبانيا منذ عام 1971. أصابت العاصفة الثلجية في أسبانيا حركة المرور على أكثر من 430 طريقا بالشلل، وقطع الجليد السبل بمئات المسافرين في مطار باراخاس بالعاصمة مدريد. استعانت السلطات الأسبانية بالجيش لإزالة الثلوج من الطرق المؤدية إلى المستشفيات التي لا تزال تعاني من الضغط في ظل تفشي وباء كورونا. واتجهت العاصفة الثلجية في لومينا نحو شمال شرق البلاد التي تأثرت بتساقط ثلوج أقل كثافة مما كان عليه الحال في وسط البلاد. وعلى الرغم من مرور عدة أيام على العاصفة الثلجية، إلا أنه يبدو أن ضيافة فيلومينا الثقيلة على أسبانيا مستمرة مع تحذير خبراء الأرصاد من ظروف جوية شديدة الخطورة تمر بها البلاد خلال الأيام المقبلة. متواصلون مع حضرتكم، وهذه المرة بأخبار الرياضة مرة أخرى مع الزميلة جيهان.
شكرا جيهان. وختاما نذكر بالعناوين. الرئيس السيسي يوجه بأن تكون المنظومة المتكاملة لاشتراطات البناء بداية عهد جديد للامتداد العمراني المنضبط. مباحثات مصرية أردنية عشية اجتماع رباعي دولي بالقاهرة لبحث تحريك جهود السلام في المنطقة. الولايات المتحدة تعتزم تصنيف ميليشيات الحوثي في اليمن كجماعة إرهابية. نهاية هذه الساعة الإخبارية، ترجمها إلى لغة الإشارة الزميل رضا عبد المنعم. إلى اللقاء.